مش بعيدة علينا. اسمع. Regardez-moi. بينما الاخرين اللي استغلوا قرنا 63 كان ليسبيرونس دو في 54 سنه. احنا ودوله اخرى احنا تقدمنا اليوم ليسبيرونس دو في pour les femmes et de l'année de 78 ans et pour les hommes elle est 76. شوف من 54 76 78 ولا واحد يذكرها. بينما ناس اخرين اللي استقلوا قبلنا مازالوا يتراوحوا في ليسبيرونس دو في 54 ans ولا واحد يقولها. جزائر 62 63 دابا تكتك عليكم بعدا. دابا هذا تكتك عليكم وعلى جميع المغاربة. سلام، صباح الخير. جيسبر كو زالي تري بيان، نتمنى تكون كلشي بخير وعلى خير. حتى الايفيتي نقول واقيلا ما نبقاش نجبد هذا الموضوع، وكيجيو هاد القراقير وهاد هاد القراقير هذا اللي كيكذب. نا با اونت اصاحبي، نا با اونت. ما كيحشمش والو، ما كي قال لك حنا عندنا المويان دو في 54 عام. وانا اصحابي كان تريت معهم لي زافير شاد المدوسه ديالهم، عندهم 80 عام 84 عام باقيين يديروا السبور باقيين يتمشاو باقيين، وتقول ليه 72 يقول لك راه جو سوي توجور جون. وهذا جا هذا كيقول لك هما كيعيشوا 76 عام وحنا كنعيشوا غير 54 عام، وعندهم العيب وعندهم الطبه وعندهم ما فهمتش انا. هذا السيد هذا جون، هذه غير ان غومارك. هذه كان ليسبيرونس دو في 54 سنة، 62 63 كان ليسبيرونس دو في 54 سنة. وكيتسنطوا ليا شو حنا ودولة أخرى، دولة أخرى حنا تقدمنا اليوم ليسبيرونس دو في pour les femmes et l'année de 78 ans et pour les hommes l'année 76. ايوا اسمع، شوف من 54 76 78 ولا واحد يذكرها. بينما ناس اخرين اللي استقلوا قبلنا مازالوا يتراوحوا في ليسبيرونس دو في 54 ولا واحد يقولها. كسف جديده لا حنا نتفاهموا مع دابا هذا السيد هذا كيقول لك استقلينا قبل منه. استقلينا قبل منه شحال معاه؟ 4 سنين 5 سنين 6 سنين. دابا واش بعدا انت لقيتي البلاد مصاوبه مبنيه بلي زوبيتو ديالها بالطرقان ديالها المستشفيات ديالها كاملين مصاوبين، لي ديسبونسور حتى من لي زيكليز بقاو باختو في الاخر، من لي موسكي بينهم ليكم لي بور لي كار، كل شيء مبني. البلاد ما خاصها والو. المغرب انا با ايتي كونستروي، المغرب صاوبوا فيه غير البلايص اللي يحتاجوهم. داروا الشومان دو فيغ باش يدوزوا المواد المعدنيه، داروهم حتى الفيكيك جو بونس، وطلعوهم حتى الكازا، وداروا لا بلي غروند كار هي ديال وجده. ومالغري سا طورنا ولينا بخير. باش تقول لي عندك لا ميديسين احسن منا والطب احسن منا، انت راكي مهبول والله ما عارف شي حاجه بالله. كتكذب على الشعب ديالك الكذوب اللي ما دارش. دخل لي زوبيتو هنايا ديال المغرب، حنا عندنا لا كونكورونس لينيسياتيف بريفي هنايا، يعني الكلينيك هنا اون باكاي كاين البري كاين الثمن، ولكن راه كاينه التغطيه الصحيه اللي هو خدام، اللي ما خدامش الله يحسن العون. اما باش تقارن لانفراستركتور هوسبيتاليير ولا سانيتير، بعيد عليكم المغرب بزاف. وحنا ما نهضروش على هذه، نمشيو حنا هاد المواطن اللي كيعيش، هاد المواطن اللي قال لك كيعيش 78 عام ديال الطابور. او سي رياض يبيعوا له الزيت، قال لك يبيعوا ولاو يبيعوا موان دي جويطو. انا كنشوف هذا واش تيدير في الدنيا هذه. اعطينا كلمه خويا رياض، اعطينا كلمه. انا كلمه نعطونا فيزا ونهربوا كاع هذه كلمه. هاولي زوالي ها جاب بدون زيت، هذا انجاز عظيم على بالكم.
والله غير انجاز عظيم. الا كانت سمع ديك هذه والله شادي حق العفايس هادو تقول ضربه ضربه هذا الدري يتحصل على بيت زيت وشكارة حليب ما شاء الله بيدو زيت وشكارة حليب انجاز سي نورمال كو ها سي نورمال كو يبان ليه هو راه دابا راه وصل كيقول ليه وصل دابا في الجيري كيموتو تري جون بوكو بلو جون كو لي ماروكان بوكو بلو جون هنا خصو يجي يشوف هنا في لاكور لا كورنيش ولا يمشي يشوف الرباط لو فاس شوف لي فيو اللي كيديروا راه ماش عندهم معاهم depuis le jeudi 6 janvier 2022 l'Algérie est entrée dans l'histoire l'Algérie est entrée dans l'histoire parce qu'elle est le premier pays au monde qui a interdit la vente de l'huile de table aux mineurs de moins de 18 ans سمعوا مليح 39 تاريخ ما كانش دوله في العالم اللي دارت هذا القرار هذه لا ميزور ما سيبوها غير في الجزائر l'Algérie je répète le 6 janvier 2022 a appliqué une mesure qui a fait de notre pays un pays اول دوله كتبنا depuis le jeudi 6 janvier 2022 l'Algérie est entrée dans l'histoire l'Algérie est entrée dans l'histoire parce qu'elle est le premier pays au monde qui a interdit la vente de l'huile de table aux mineurs de moins de 18 ans. سمعوا واسمع بزاف دابا واحد القضيه اخرى اللي هي مهمه ما ردين ليهاش البال راه بيان تو الجيري سوغا لو رويوم دي ماروك راه خداو كلشي ديال المغرب كلشي خداوه وبكري كانوا كيعترفوا كيقول لك اودي تعلمنا هادشي ما جبناه من عند المغرب تعلمنا من عند المغاربه اليوم لا ولاو يطردق فيك عينيه بصبع ازرق قراقيرو كيقول لك ديالنا ديالنا مشاو مشاو المولى عبد الرحمن المجدوب مشاو للقرفطانات مشاو للبس مشاو مشاو على العمر سميتو مشاو حتى لزيري حتى لزيري اي 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 قال لك الموين دو في عندنا حنا 54 عام Les voleurs du patrimoine marocain et de l'identité marocaine. Qu'est-ce que l'Houïa al-Maghribiya. Je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire comment ça se passe. Je vais vous dire comment ça se passe. Vous savez, je vais vous يا بلاد سيدنا محمد الله نعاون شيخ العلي هذا دابا عرس مغربي ولا الجيريان ايوا هذا راه عرس الجيريان بالنقافات بالعماريه بعيساوه كلشي كلشي كاين تحياتي لهشام السنوسي اللي موثق كلشي تبارك الله عليه حنا بالفكره ديال الاخ ديالنا نبيل هرباز باش نديرو مرصد لمقاومه والدفاع على التراث المغربي وحنا ياسين جبناها لبلادنا باش نمثلوا لعروساكم هذاك النهار الي غان في عرسها باسكو سيتا في وي ليكزيست روايين غانا وحنا ياسين جبناها لبلادنا باش نسيو نمثلوا لعروساكم هذاك النهار الي غان في عرسها نسيو نمثلوها بقيمتها وبالزين ديالها وبال نرفضوها في العماريه باش تبان هذاك النهار نهارها العروسه اللي تمشي مع العمليات اسكو لعم يجيك ماروكين دائما هي اللي سي سوا الكراكون دخلوا بالزرنه مع الجروب تاع الزرنه ثاني هادشي راه قديم باسكو اليوم ما بقاش كيقولوا العماريه العماريه مغربيه ولغنا مغربي ولا كيقولوا ديالنا
هادشي هاد لي فيديو قدام. اليوم دخلوا خطة أخرى وخرجوا دخلوا بعقلية أخرى وبهدف آخر ومخطط آخر باش يستوليو على جميع التراث المغربي. هما عندهم غرض يمحيو الهوية المغربية ويخلطوا كل شيء، لأن الهوية ديالنا هنا والتراث ديالنا هو اللي جمعنا، هو اللي دارنا. هذا الروبيني اللي ما عمرهم شافوه، هو كي هو كيشرب الماء. تجار في المغرب والجزائر لبيع وشراء الملابس التقليدية المغربية. كاينش كوموند اخرى ولا وجدها لي، فهمت، بعتها لي بار فيسبوك باش نكونتاكتي انا الخياطة تاعي نبيع لي كارتون. لي كارتون سون ترو دوموند ديالنا في الجزائر، بناتنا كاع يحبوهم. اون بليس حاجه لوكس، حاجه طوب، صادري تمد لا فاميتو، حاجه تراديسيونيل. عندي خياطات في المغرب، تعامل مع خياطات هما تجيني انا نبعث لها غير بار فيسبوك دي فوا، نبعث لها لا فوتو. عندي دي كليو بارتون في فوهران في الجزائر، سيرتو في الجزائر في الجي بزاف، بعدنا في الشاويه في لي كابين، مام لي كابين يحبوهم. هذا هو عادي تو سامبل عند الضروره. احنا للاسف شفنا في كل دول اوروبا بالملايين. هذا الحقيقه ما عندنا لوبي سياسي، لا لوبي اجتماعي، لا لوبي اقتصادي، لا لوبي ثقافي. راه ما عندكم والو، ما عندكم حتى حاجة، نيل، نيون زيرو زيرو، قراقيرو زيرو، قل من الدينيرو، ولكن ما خليتوش المغرب ترونكيل. قالوا المغرب عنده، المغرب يحكم العالم. عدد المغاربة في فرنسا أقل بكثير من عدد الجزائريين، لكن عندهم لوبي مغربي في كل مكان. تحية المغاربة. في مسجد باريس اللي الجزائر تدفع عليه الدراهم، اللوبي مغربي. مروكية كاينه واحدة مروكية هي اللي تمشي مسجد باريس، ومدير مسجد باريس الونوغي شدته من وذنه، وحفيظ شدته من وذنه وتركع فيهم. مروكية تشتغل في الاستعلامات الفرنسية وتلعب. ما مسروطاش ليهم المغاربة، عندهم ان فالور كيلصقوا دابا. هادي غير لا بروباغوند ديفاماتوار دي مونسونج. راه العمل ديالهم المغاربه، وتحيه المغاربه والمغربيات في اوروبا وفي امريكا وافريقيا واستراليا وعبر العالم. المغاربه هازيننا الدرابو وهازيننا ريوسنا ومحمرين. هما ما عندهمش غير الشفره، البيك بوكيت، لاراش، الديلر ديال الكوكايين وديال لا دروغ، حتى السفاره ديال مقاوه كتبيع لا دروغ، ولا بروستيتيسيون كيقول يعطيو ناسيوناليتي ماروكان، اللي يهضروا معاها ماروكان، اللي يهضروا مع الشفار يهضروا لهم ماروكي. الحمد لله المغاربه اليوم راه عرفوا هذا، سي ان غون با الحمد لله، باسكو بكري المغاربه ما كانوش عارفين، كانوا مهلين فيهم يتعاملوا معاهم حسن الجوار وحسن. اليوم راه الدليل هو اخر دليل هو الخطاب الملكي الاخراني اللي كان عرض عليهم، قال لهم احنا خوت، ما كان لا خوت لا والو، العداوة حتى الموت. هما هنايا ماشي حتى للولاية. راشيد الزيت، بويا. راشيد الزيت.
انا بغيت غير نعطيكم واحد السؤال، بغيت غير نعطيكم واحد السؤال. دابا هذا السيد هذا الرئيس ديالهم، حنا عارفينه ماشي رئيس، حنا عارفينه ماشي رئيس، وعارفين ان شنغري حتى هو ماشي رئيس وماشي جنرال، فهمتي؟ سي تان فيياغ فيياغ زهايمر بوال ما يكسو كونترول ميم با، فهمتي؟ المرض ما نعيبوش في المرض، مي اي دو بروند سا روتريت، ويخلي دي جون، يخلي الناس اللي غادي يشوفوا لا فيزيون دافونيغ. راه من جات لا شين من السونتر دي موند، جات دير معاك لي زاكور، دير معاك لاكور الحزام، وترجع لا غود لا سوا القديمه، وجارك اللي حداك باغي يهرس كاع الطرقان وكيحرض عليك وكينوض عليك الصداع، انت مطايف هذا الزيت. غاشي ملوب عزيز، جزائر جديدة سي تبون. شوف 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 الجزائر الجديدة، شوف 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 الجزائر الجديدة، شوف 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 شوف. والله كنت انايا بالله العظيم، وكنت انا بريزيدون ديال الجيري ونشوف هاد الحاله، والله غير ندير رصاصه في راسي، والله غير نتحارب، والله والله ما نرضى كاع هاد الشيء فيه. وكيحل فمو على المغاربه ويعاير المغاربه، البلاد اللي منهك، البلاد اللي منهك، اللي حدانا ماشي بعيده حتى. ولكن هاد الشيء علموا لشعبهم حتى هما، مفاجبهم هاد الشيء حتى هما كيبغيو هاد الشيء. إذن غير بغينا بغيت نعطيكم واحد الميساج، اننا القانون الاساسي راه وجدوا سي نبيل هرباز ديال مرصد الدفاع عن التراث والهويه المغربيه، وغادي نوضوا لهم حتى حنا كاتريام، وغادي نورقوهم نفرشوهم عبر العالم، تي هنا هادشي راه بزاف، هادشي راه كثر بزاف، تي دابا بكري لي فيديو اللي كتشوفو فيهم دابا راه قدام، راه كيقول لك كنت كنشري السلم القرفطان من المروك، تعلمت الصنعه من المروك، تعلمت الحرفه في المروك، انت اليوم ولا يقول لك العماريه مروكيه، النقافات مروكيات، اليوم لا ولا يقول لك هادشي تاعنا، القرفطان كانوا يردوه كان يقولوا مغربي، ولا كيقولوا قفطان القاضي او قفطان المحامي، شويه يردو الاخر قفطان قال لك ديال تاكو ولا باكو ولا بوجوكو، ما عرفتش شنو سماوه، ما عرفتش شنو سماوه. دابا السميات كيديروا في السميات دابا هما ويديو، دونك ما كانش اليوم ما بقاتش ديك العقليه ديال بكري. مخطط الجديد هو الاستيلاء على جميع التراث المغربي، والحمد لله انا كنشوف دابا لي ماروكان تبارك الله زعما كنشوفهم في لي ريزو عايقين وكيجاوبوا وكيجيبوا لي بروف، عندهم دوكيمونطاسيون قدام وعندهم دي كوريسبوندونس قدام، هما كرياو دي جروب اب ترافير لو موند وكيقلبوا على الجزائريات اللي عندهم لاكسون ماروكان، جزائريين وجزائريات او جزائريين كانوا في المغرب ويعرفوا لاكسون ماروكان وكيهضروا باللغه بالدارجه المغربيه، وكيدوزوا دي ميساج ديال الكذوب عبر العالم، ولكن كلشي. ولكن حنا ان شاء الله غادي نفوزوا عليهم في هذه المقابله، هذه المقابله ديال 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 المعقول، لان حنا كلشي يشهد على ان داكشي ديالنا، وما غادي نديو ليهم والو، هما اللي داو ما يعرفوليش وما يجيش معاهم. وهذا بريزيدون صاحبي كيكذب بالعلالة صاحبي، واش هذا؟ كيفاش بغيتي ما تقوليش قراقير وقر قر 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 وملي يفيق الصباح هو المروك، المروك ينعس بالمروك، البلاد اللي هناك، وانت لو كنتي كتعيش 150 عام، اسيدي حنا نموتوا على 10 سنين، انت شغلك فينا؟ وليتوا دابا ما بقيتوش كتقولوا الملك وبوساليدي، وليتوا كتشوفوا لنا شحال كنعيشوا، وانتم كتعيشوا اكثر منا، اش كديروا؟ حياتكم غير طوابير، لا دولة ما لا دوش لا حول ولا قوة الا بالله. المهم كنحييكم وتبارك الله عليكم، بونجورني، باقي الفيديوهات ان شاء الله.